السيسي يستقبل ولي عهد أبو ظبي ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. الرئيس السيسي يؤكد أن إنجاز المشروعات في وقت قياسي حقق توفيرا في الكلفة. الرئيس الأمريكي يؤكد ثقته في أن إيران سترغب في المحادثات قريبا. موجز أنباء الحادية عشرة ليلا يأتيكم من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي المكانة العزيزة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الشعب المصري. وخلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أشار الرئيس إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين. شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. أعرب الرئيس عن التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية للتصدي لجميع محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين. من جانبه أعرب ولي عهد أبو ظبي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والإمارات، مؤكدا حرص أبو ظبي على الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي مع القاهرة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السعي إلى تنفيذ المشروعات المهمة في أسرع وقت يأتي توفيرا للكلفة. جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح محور رود الفرج وكوبري تحيا مصر المار أعلى نهر النيل، إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الفيديو كونفرنس. قدم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف تقريرا حقوقيا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر. وكشف تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن ممارسات للنظام القطري وصفها بالمشينة، بينما طالبت مصر ووفود عدد من الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف طلبوا وفد قطر بوقف دعمها للوسائل الإعلامية التي تروج للإرهاب والأفكار المتطرفة وضمان حقوق العمال الأجانب وتغيير قانون الجنسية ووقف نزعها التعسفي، فضلا عن التوقف عن ممارسات الإتجار بالبشر. قال رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة مايكل لولسيغارد إنه لا توجد آلية للتحقق من قوات خفر السواحل حتى الآن بموانئ الحديدة. وأوضح المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي أن الأمم المتحدة تعمل على وضع آلية لتحديد مع من سيعمل في خفر السواحل لحماية الموانئ، وشدد على ضرورة وجود ترتيبات أمنية لحماية موانئ الحديدة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد القوات التي سيتم نشرها في الحديدة. أضاف كذلك أنه يتم العمل حاليا على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة. أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش أن التحقيق في الهجوم على سفن الشحن قبالة سواحل الإمارات لم ينتهي بعد. وأعرب جرجاش عن قلق بلاده من هجوم ميليشيات الحوثي على منشأتي نفط سعوديتين، وحمل إيران المسؤولية عن الموقف الصعب الراهن، مضيفا مع ذلك أن الإمارات ملتزمة بالحد من التوتر والحرص على استقرار المنطقة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن إيران ستطلب الدخول في محادثات قريبا. ونفى ترامب في تغريدات على موقع تويتر كل التقارير التي تدور حول وجود خلافات حول سياساته في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التشكيك في سياساته الحازمة مجرد أخبار زائفة على حد تعبيره. ختام هذا الموجز، بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار عبر extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.